وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أفلح من صلى على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. لماذا الإنسان كلما تاب عاد إلى الذنب مرة أخرى؟ نحن عندما يأتينا شهر محرم ننوي التوبة، نقبل على الله، نقبل على المساجد، على الحسيني، ونعزم على التوبة. ما أن يتعدى عشرة محرم وإذ نعود مرة أخرى بالمعصية. تأتي ليلة القدر، نعاهد الله أننا تبنى خلاص، بعد ذلك نعود مرة أخرى. قد يقول قائل يعني أنا ما يحتاج أتوب خلاص أبقى على المعصية. لا، التوبة مطلوبة، كل ذنب صغير أو كبير ينبغي التوبة فوراً من استغفار التوبة. لكن لماذا الإنسان يتوب ثم يعود؟ يقولون العلماء هناك أسباب التي تجعله يعود إلى الذنب. السبب الأول سوء التربية. سوء التربية يعني أن يعيش في بيت، أسرة، مجتمع ما يبالون بالمعاصي. إذا أذنب الإنسان ذنباً منهم يضحكون، يرتكبون الذنب يضحكون. تشوف الأب والأم أو الإخوان، إذا هذا الصبي الشاب بعد 7-8 سنين أو وصل أو أقل أو أكثر شوي ويسوي ارتكب معصية يضحكون. هذا يشوف الذنب طبيعي. لو كان اللي أمامه يراهم مشمئزين غضبانين لأن ارتكاب، كان ما يرتكب، يعرف هذا محظور. الآن فين واحد يحط أصابعه بالكهرباء ياخذ مسمار مثلا، مسمار ودخل بالكهرباء يده، ما في احد. زين ليش ما يسويها الانسان؟ ليش ابو 10 سنين ما يسويها، ابو 8 سنين ما يسويها، ابو 7 سنين ما يسويها؟ لان يوم ان طفل عمره سنه او سنتين رافعين الكهرباء فوق، واذا شفناه صعد على كرسي بيوصل يم الكهرباء، بعد ما في مسمار ولا شيء، بس هو مقرب كلنا نصرخ عليه سرعة ها ونقوم له بسرعة نوخر. هو يفهم ها، يقول هنا خطر، لولا ما لو ما خطر ما صوتوا كلهم بسرعة وقاموا. شايف؟ لو إذا شفنا بيرتكب ذنب كل بصرخنا، إذا دخل البيت يغني كلنا نوقف نصرخ في وجهه. ها منين؟ ليش سمعت هذا جبت بيتنا؟ ليش؟ شو السبب؟ يحس هذا خط أحمر، يحس ارتكب جريمة. لكن إذا يدخل يغني ويشوفنا نضحك، ويمكن يسمع أغنية كم يغني هي اللي بعد، ويخلينا نصفق له. إذا الولد أكرمكم الله أبو 4-5 سنين قام يتكلم ويقول كلمة قبيحة، الأب والأم يضحكون، قام يتكلم شوف شو يقول، شوف قال كلمة قبيحة، ماخذ من التلفاز أو من الشارع. هذا شوف شيء طبيعي، بعد يصير ارتكاب الذنب عنده طبيعي. فأول سبب يقول بعض العلماء هو وجوده في أسرة ما تبالي بارتكاب الذنب، والأب والأم دائما قدوة. أنت شوف الطفل الآن، لا تقول ما يفهم، شوف أبو خمس أبو سنتين، مو خمس مو ست، أبو سنتين أو أقل من سنتين، إذا يشوفك تصلي شو يسوي؟ يجي يسجد على التربة ويرفع يديه زي يكبر، يقول الله أكبر، يعرف يقول الله أكبر،
وتشوفه على طول مو يركع على طول يسجد سجود يحط راسه على التراب. ليش يوم يسوي هالعمل؟ لأن يشوفك صلي. احذر أن يراك الإبن على معصية، احذر، لأن إذا يراك على معصية معناه يشوف الأمر طبيعي وهو يقوم يعصي بعدين. السبب الثاني يقول بعض العلماء في ارتكاب الذنب، وإن كنا نتوب إلى الله منه ويجب التوبة كما ذكر، لكن شو اللي خلينا نرجع للذنب مرة أخرى؟ صلى على محمد وعلى الله، صلى وسلم على محمد وعلى لبس الثاني، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل. السبب الثاني قلة الحياة مع الله، قلة الحياة مع الله. أنا قليل الحياة مع الله لأرتكب الذنب. إذا يصير يمي ولو طفل طفل أو صديقي ما أرتكب أستحي منه، لكن إذا صرت لوحدي أرتكب. ليش؟ مو الله يشوفني، الله يراقب. يقول لي إمام صادق في رواية سلام الله عليه مضمونها، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن كنت تعتقد أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت تعتقد أنه يراك وتعصيه وهو يراك فماذا؟ فقد جعلته أهون الناظرين إليك. يعني مو بالي. فنحن قليلي الحياة مع الله. إذا كان الإنسان يستحي من الله ما يعمل، وين يروح الإنسان؟ يعني يختفي وين يروح؟ أكو رجل جل الإمام الحسين سلام الله عليه قال لي يا رسول الله إن نفسي تتوق إلى المعصية، يعني أنا أشتي أعصي، أبي أذنب أبي أعصي. قال الإمام اضمن لي واحدة من خمس وافعل ما شئت. إمام معصوم ويقول له اضمن لي واحدة من خمس، حصل فرصة قال زين اضمن له واحدة وقول لي سوي لي تبي يعني اعمل ما شئت. قال له الإمام لا تأكل من رزق الله واصنع ما شئت. قال له من أكل ابن رسول الله؟ كل رزق الله. قال لا يحصل بك أن تأكل رزق وتعصي. قال له عطني الثانية. قال له لا تسكن في أرض الله واصنع ما شئت. وقال له وين أروح؟ كل الأرض لله. قال له تأكل من رزق تسكن في أرض وتأكل من رزق وتعصي. مضمون كلام الحسين. شوف احنا الان شو نطبقها علينا احنا الان. اذا انت ضيف بيت واحد، ضيف بيت واحد هم ساكن عنده مضيفك ونايم واكل وشرب في بيته والاكل والشرب من عنده زين، وتستهتر تأذيه بعد. قال لي عطني الثالثه يا رسول الله. قال لي الثالثه صلى الله عليه وسلم سلم على محمد وآله. إذا أردت أن تعصي الله فابحث عن مكان لا يراك الله فيه واصنع ما شئت. لو لك مكان الله يشوف فيه. قال له وين أروح يا ابن رسول الله؟ الله يشوف في كل مكان، وين أروح؟ قال له عطني الرابعة. قال لا إذا جاءك ملك الموت قبض روحك فامنعه عنك واصنع ما شئت. قال له هذا حتى الأنبياء ما قدروا عليه.
قال الخامسة، قال إذا جاء يوم القيامة وجاءتك ملائكة العذاب ليضع السلاسل والأغلال في عنقك يأخذوك إلى جهنم فارفض واصنع ما شئت. قال له خلاص كفى يا ابن رسول الله، كفى تبت، ما أريد أن أعصي. فنحن إذ نعصي الله نستغفر الله مما نفعل ونستجير بالله من الذنوب، لأننا قليل الحياة مع الله. الأمر الثالث عدم الخوف من الله، هذا سبب من أسباب ارتكاب الذنب. الآن لو واحد يشوف جندي عند الإشارة واقف دوارية يقطع الإشارات، ليش ما يقطع الإشارة إذا في دوارية واقف؟ لأنه يخاف من دول، خاف يسوي عليه مخالفة. فإذا الإنسان إذا يكون يعرف أن الله مراقب له ما يصنع المعصية، ما يذنب، يخاف. لكننا نخاف من حتى كرمكم الله من حيوانات الخاف، ولا نخاف من الله. بعضنا حتى من الحيوان يخاف. الآن لو تقول له عقرب، تقول له في غرفتك عقرب ما ينام ذيك الليلة، اطلع شوف شوف لحالي غسل الغرفة كلها، يطلع اللي فيه كله وغسل. المرأة خاف من صرصور، أكرمكم الله. لكن ترتكب الذنب وهي تعلم أن الله يراها. الأمر الرابع ما أطيل عليكم أيضا، ضعف الإرادة. شلون ضعف الإرادة؟ يعني الإنسان يجي إلى المسجد إلى الحسينية يستغفر ويبكي يقول خلاص الذنب معنا، ارتكب الذنب الفلاني مرة ثانية، توب. ثاني إذا شاف المعصية قدامه تغلب عليه الشهوة ويتغلب عليه الشيطان وتصير إرادته ضعيفة فيرتكب، يعود مرة ثانية. ما عنده قوة إرادة، ما يردع النفس الأمارة بالسوء، ما يوقف وجهه، ما يقول للنفس ابدا بعد لن ارتكب المعصيه مره اخرى. ولذلك هذا جهاد، واسم الجهاد الاكبر في الروايه، هذا جهاد النفس والجهاد الاكبر، ان يوقف الانسان بوجه نفسه اذا ارادت ان ترتكب الذنب يقف في وجهها، هذا هو الجهاد الاكبر. النبي صلى الله عليه واله أرسل مجموعة سرية جند للحرب، بعد فترة رجعوا ناس من قتلوا ناس من جرحوا، رجعوا. لما رجعوا قال مرحبا، كما في الرواية مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر بقي عليهم الجهاد الأكبر. قال له يا رسول الله أكو جهاد أكبر من الجهاد؟ الآن قاتلنا، قتلوا من ناس وجرحت ناس، في جهاد أكبر من الجهاد؟ وإذا النبي يقول جهاد النفس. أنت يا ابن آدم 24 ساعة في معركة بس محاسب نفسك، 24 ساعة في معركة مع هذه النفس الأمارة بالسوء. كلما رأت النفس شيء تريده، هو حلال أم حرام؟ النفس تريد كل شيء، تريد تطالع الصورة أكرمكم الله الخليعة، تريد تنظر إلى المرأة المحرمة، تريد تسمع الأغنية الناس الأغاني الناس، تريد النفس أن تكذب، تريد أن تغتاب، تريد تستهزئ بالآخرين. وإذا الإنسان مؤمن لا يقف في وجه هذه النفس الأمارة بالسوء، يقف في هذه وجه النفس. شو يقول القرآن على لسان زليخة؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فيقف الإنسان في وجه هذه النفس الأمارة يجاهدها حتى إذا جاهدها ينجو. ولذلك الآية قالت وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى،
يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في الرواية: أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى، اتباع الهوى وطول الأمل. ولذلك شو عمر بن سعد عليه اللعنة، ما الذي جرأه على هذا الأمر حتى قتل الحسين؟ وسبى بنات رسول الله، ما كفى أن يقتل الحسين، ما الذي جرأه على هذا الأمر؟ هوى النفس، هوى النفس، أحب الدنيا، عشق المال، أحب ملك الري. وعدوا يعطون ملك الري، الري يعني أي طهران عاصمة إيران، هذا الري وعدوا يعطون ملك الري ويضيفون له ملك جرجان بعد، ملك الري وجرجان. ولذلك قال للحسين، حسين خبره قبل ما يقتل، يريد يتعرف، يريد يتراجع حتى لا يذهب الى النار. والا الحسين بالله عليك شو يسوي في عمر بن سعد؟ يعني اذا عمر بن سعد افرض تاب مثل ما تاب الحر وصار مع الحسين، يعني الحسين بيكسب المعركه عسكريا؟ بيفوز عسكريا؟ لا، حسين اساسا طالع وهو يقول كأني بأوصالي تقطعها أسنان البلوات، ومقتول مقتول عارف نفسه. ليش يرسل على عمر بن سعد ذاك الليل ليلة عاشر وينصح: يا عمر بن سعد كن معي لا تذهب إلى النار. وكل ما جاء الحسين من طريق ذهب من طريق آخر، قال له ابن زياد يصادر أموالي، قال له الحسين أنا أعطيك غيرها، قال له يشرد عائلتي. وكل ما جاء الحسين من طريق هو جاء من طريق آخر. ثاني الحسين قال لما شافه بعد هذا يريد النار، ما يريد الجنة، يريد النار، قال له: يا ابن سعد تزعم أنك تقتلني، تزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي ابن الدعي بلاد الري وجرجان؟ والله لا تتهنأ بذلك بعد، وكأني برأسك على قصبة يتراماه الصبيان بالكوفة ويتخذونه غرضا بينهم، فاصنع ما أنت صانع. عمر بن سعد خبير ويعرف كلام الحسين، مو تخمين، مو يعني يمكن، يدري كلام إمام معصوم وعايش مع الحسين بالمدينة ويعرف الحسين، إمام معصوم ويدري كلام الحسين 100% حقا. بدل ما يتوب ويرجع ازداد حقدا على الإمام. ولذلك لما قتل الحسين أوطأ الخيل صدره وظهره بعد: وسبى بنات رسول الله كما تسبى الترك والروم، حملهم على الجمال كأني بزينب بعد أن أركبت على تلك الناقة. تنظر إلى الحسين وهو على وجه الثرى، والأكبر قطاع، والعباس على العلقمة، تودعهم أبا عبد الله: أنا خرجت من كربلاء غصبا عني، ودعت الكبر يا جسد حامي الضعيف، سقوم الطايان العدا وقوامش، ودعت الكبر يا ذبيح محتضر، عنك يا العين سافرت بيد يم يقطع الأوصال، لو يحصل على ما فرقت جسمك يا سلطان المد، ودعتك أما سفرتي صعبة يا حجاب اسطول ناقتي عجفة وهل ما حد بقى منكم بس العليل فوق ناقة مقيدي، وذاتك الله يا ذبيح محتضر، وذاتك
بعدك الله يا ذبيح المحفظ عين عنك يا نور العين سافر تبي يا مقطع الاوصال لو يحصل على ما فرقت جسمك يا سلطان المد وخدعت الله يا عرايب حر الشمو صرعوا عليكم يا اخوتي خيل العدد اقعد وياكم لو اقوض واتبع شمر الخنا بيتامكم قوض ضعون نسألك وندعوك بمحمد وآله أن تصل على محمد وآله وأن تتوب علينا توبة نصوحة يا رب العالمين اللهم ارزقنا توبة نصوحة تغفر بها ذنوبنا ولا تخرج من هذه الدنيا حتى ترضى عنا أصلح لنا ذرياتنا زوج عزابنا أرحم أمواتنا عافي مرضانا فك أسرانا ومعتقلين ومسجونين يا رب العالمين وأن يلحظني حفظا فردا فردا من يلود بهم المؤسسين تقبل عملهم اجعل هذا المحل عاملا بطاعتك إلى أرواح موت الحاضرين موت المؤسسين موت المؤمنين ثواب الفاتحة مع الصلوات.